اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. اهتزت حومه الشوك مدينه طنجه بحر هذا الاسبوع على وقع جريمه قتل بشعه راح ضحيتها الشخص في عقده الرابع اثر تلقيه طعنه مميته على مستوى القلب وسط السلاح الابيض من طرف صديق له لاسباب مجهوله. الضحية دخل في خلاف شخصي مع الجاني اللي كيشتغل حارس ليلي ليتحول خلافهما إلى شجار وصف بالعنيف ليقدم الحارس الليلي على طعنه بواسطة سكين كان بحوزته على مستوى القلب. الحادث استنفر مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية اللي هرعوا إلى عين المكان وتم نقل الضحية على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات وإنقاذ حياته، إلا أن النزيف الحاد لم يمهله كثيرا ليفارق الحياة لحظات بعد بلوغه المستشفى. انتبهوا التفاصيل من إنجاز الزميل عبد الملك عقيل من طنجة. السلام عليكم. أنا الأخ ديال الصديق ديال الحارس، فهمتيني؟ كنت في الدار، جاو دقوا عليا البوليس، فهمتي؟ دقوا عليا البوليس بحال هكذا، قالوا لي خوك ما خوك الصديق ما الصديق، ما أنا ما عارف حتى حاجة. جاو لي لهز مشيت معاه، قالوا لي حق الخوة ديالك داير شي حاجة هنايا، وأنا ما في راسي ما نعاود، فهمتي؟ مشيت معاهم عملت معاهم واحد الإجراءات ديال البحث بحال هكذا، قالوا لي الخوة ديالك كيفاش، ولكن الخوة ديالي أنا تنعرفو، أنا هذاك الخوة ديالي وخالقين مع بعضيتنا ومربيين مع بعضياتنا، ما تيأذي حتى شي واحد، كيسمح في الحق ديالو، وهذا الإنسان هذا جا أذاه بقى كيتعدى علينا هنايا بحال هكذايا، الناس كاملين شايفين هنا شني كاين شني وقع، بقى صابرلو كيقول له مشي بحالك مشي بحالك. خاوة عيا صابر ما هو ما كانش ناوي باغي يقتلو ولا شي حاجة، غير جات الضربة ديال الخطأ وصافي، ما شاء الله وصافي، بحال هذاك الشيء، واه بحال ذاك الشيء هذاك، هجم على هنايا بقى كيسرفق فيه بالطروش بحال هكذايا، الناس كانوا هنايا اللي شي العساسة شافوا كل شيء الحمد لله، ماشي فهمت، والخاوة بدا كيتبرى منه، سير بحالك مشي بحالك، غادي تأذيني عاد تأذيني عاد تأذيني، ما نعرف واقيلا ضربوا بشي ضربة بحال هكذا. قصحوا شويه مع الخاو، ما كانش غادي يضربوا ولا ما نواشي، فهمتي؟ الدفاع على النفس جاس في هذيك الضربه العمار ديال الدول، صافي هذا الشيء اللي كاين، المهم هذا الشيء اللي قدر الله، ما عندنا من عندنا. اخ ديالي مجوج وعنده وليات، فهمتي؟ عنده وليات وكيخدم على العائل على ولده، وعندنا الوالد ديالنا عاود ساكن معنا في الدار، كنتعاونوا مع بعضياتنا، حنا عايشين في دار واحده انا والخاو، فهمت؟ انا مجوج وهو مجوج. هادشي اللي كاين، الضحيه هو اللي هجم على الخاوه هنا وكان شارب، ما هجمش على الخاوه، هجم على بزاف ديال الناس اللي على ذاك العساس ديال هنا ديال الكامبوس، فهمتي؟ بزاف ديال الناس، فهمتي؟ هنا وقعت الجريمه، فهمتي؟ الخاوه كان واقف هنايا، هذاك السيد جليل هنا بقى كيسرفق فيه، فهمتي؟ كيضربوا بالكامبوس، مشى بحالو الشيء اللي وقع. الدم ديالو باقي. السلام عليكم. هذا الجار ديالي ولا ساق فيا، عمرنا ما شفنا منه شي حاجه ديال العيب الصراحه، كيعس على السوق وكيعس ليل كامل وكيعس على الحومه وكيعس على هذا السيد، هذا راه جليل واداه، فهمتيني؟ عمرنا ما شفنا منه شي حاجه ديال العيب، السوق كامل كيتدافع عليه وكيهضر عليه وداك الشيء، فهمتيني؟ حنا ما فطناش على هاد الدابزه اللي دابز، كنا يفطنا اللي كنا راه كافحنا وزوناه، ما كانش يوقع هادشي هذا، فهمتيني؟ هادشي هذا علينا الصباح الله 4 الصباح حنا ما عندناش هذا، فهمتيني؟ حيح في السوق، مشى عند العساس ذو السوق، العساس ذو السوق بيدو راه عمل يدو فيه، مشى عاوتاني تطرع عندك الناس تطرع عاوتاني كتعرف، فهمتيني؟ حيح بهم في الدار وفرع عليهم الباب وداك الشيء، جان هاد السيد هذا مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ما نقولو، جا في اليد ديالو مات على يدو آداه. اداه وعنده واحد العيستيتو مسكين مجوج وعنده الاسره وعنده واحد الوالد ديالو مسكين عليه كيخدم وعليه كيكافح معاه مسكين، حتى الماكله ما كاينش اللي كيطيبها له. الاخوان كما كتشوفوا كتشوفوا هاد الضحيه هادي، الله يحسن العون اللي مات ولا اللي في الحبس، لكن الامور اخي ديالي اش غنقول لك، هاد الشيء هذا خص السلطه تكلف بها، فهمتي؟ والحادثه هو كيعس هنا مسكين باللي حنا كنخليو له رزقه، حنا نعملوا في سبيل المثال، حنا هاد العساس هذا ما قتلش هاد السيدات، هذاك السكيري جا عطانا هاد العافيه السوق، في كنا على لصقو، غنقولو عيط للعساس، في كان العساس، وهاد العساس حضر مسكين هو جابها في راسو، الله يحسن العون، يعني ويا اخر في حالة السكر، فهمتي؟ ويا اخر ساحي، يعني هذا هو المشكل. تحية مروان قوري الملقب بقوري، أنا اللي عم بغي نضيف على مروان بأنه هو كصديق ديالي
وفحال خي يعني التربيه ديال الحومه يعني هاد الولد هذا ماشي من ديك الصفات هذوك اللي كيهضر عليها الانسان اولا يعني من يعني بخصوص الخلق ديالو ماشي مزيانه، بالعكس بخصوص الخلق ديالو مزيانه، كيحترم كيوقر. شني حاجه واحده هي مخالطه الشراب، يعني الانسان كيكون غايب على عقله مع مخدرات قويه ولا مهلوسات، يعني الانسان ما كيبقاش يفطن شني كيعمل اولاد. اذا هو لا ما بغيوهاش ليلو ما بغيوهاش حتى ديك العساس اللي معنا هنايا في السوق على العقوبه اللي ادى على الاخ ديالو داك الشيء هذاك. يعني انسان خرج من ضابط وخدم معنا في السوق وخلق حتى هو حسن الخلق ديالو مزيانه. هذه يعني هذا ما عندناش يبقاو نهضروا على الانسان بواحد الصفه وهي ماشي ديالو. لهذا اللهم هذا منكر، انسان يضر يقول قولا كريما او يسموته. اول حاجه الخبر ديالو الاولاني تلقيته، مشيت كنتاكد جبرت بان داك الشيء صح. جاتنا المعلومات بان بقى حتى البارح حتى الثلاثه عاد توفى، واش هادشي هذا صحيح؟ هما حنا كنبقاو في الاشاعات، شي كيقول لك بان السيد توفى هنايا، شي كيقول لك السيد توفى في الطبيب، يعني ما كاينش العنايه. والعائل الكبير هنايا طلع اسبانيا جاني هنايا تعاشر مع الدراري ولاد السوق كما كتعرف. حتى واحد ما ولد السوق، السوق هي كيربي بنادم هنايا. جاني هنايا بوبراني طلعوا الحبس خرج جاد ايام تبدا كيسكر هنايا كذا. المهم العيال خرج من الحبس ما جبر لا استفاده لا والو، انا من اللي خلقت كبرت خرجت من السوق انا جبرت ديك العيال كيبيع. جاني هنايا الحلم ديالو كيكون خصو يبيع في هذا السوق هذا خصو يخدم فيه، فهمتيني؟ شكون اللي كيتلاقاه كيقول له اخي انا خصني يكون عندي بلاصه ديالي هنا. تحرم بلايص بحالو بحالنا بحال بزاف الدراري تحرموا بلايص هما من السوق. سكر جاني هنايا صاحبي بانت له في السوق يا خور تحرم بلاصه، ما عنده دار ما عنده دوار ما عنده والدين ما عنده عائله ما عنده حتى شي واحد، شكون اللي يعطيه شي حاجه؟ فهمتي؟ هاد العائلة عايش متشرد كفس منا حنايا، هاد العائلة انت كتمشي بالصباط هو كيمشي بالحفاق. هاد العين ما عنده حتى شي واحد الله يرحمه برحمه الله، عنده شي خا واحد كيقولوا في الحبس شيخته ما نعرف ساكنه في الحومه الحداده ولا ما نعرف فين، بابا ساكن في تطوان، ما عنده حتى واحد هاد العائله هذا، ما عندوش شكون اللي يرحموا هاد العائله هذا اللي مات. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.